جالي كتير في الكومنت انكم مش عارفين تلمعوا ان حياتي كويس، ولا عارفين تخلوه بيز علامة وشايني زي ما بتشوفوني كده وانا لابسه. لا، احب اقول لكم ان ساعات برضو زي الخاتم اللي انتم شايفينه وزي كده، ساعات يعدي عليه وقت يبقى مطفي كده، بس هقول لكم ازاي المعه وهرجعه جديد ولامع زي ما كنت عاملاه في الاول. ولو أول مرة تشوفوني، أنا سلمى فسيحة جيري ميكر اند ديزاينر اكسكلوزيف فيت سلوى الطبريسي. حلقة جديدة. علشان نلمع القطعة بتاعتنا في عندي طريقتين. الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها كصائغين، اللي هي أول حاجة بالجمادة دي بنجيبها من لوازم الصياغة. طبعا دي ممكن تحصل عليها وممكن طبعا تكسر الناس تجيبوها، بس في حاجة موجودة في البيت احنا يعني مش واخدين بالنا منها، اللي هي الخل مع الصبر. ده حاجة بصراحة بتبقى ممتازة جدا جدا، وبتذوب أي أوساخ وأسربة وتراكمات أو من اللي هو جاي على النحاس ساعات. فتعالوا نشوف كده مع التجربة إيه اللي هيحصل لما أحط الخاتم ده في قلب الخل والصبر. إحنا اللي هنعمله بمجرد ما هندخل الخاتم هنا، بمجرد ما ندخله بس حبة صغيرين ونطلعه، هيبوش كل الأتربة ومش هنحتاج أي وقت. نطلع تاني ونبدأ بالفرشة كده نفرك أي حاجات داخلية، وزي ما انتوا شايفين فورا زائت لمعة. وبقماشة ناشفة زي ما انتوا شايفين كده نقعد نفرك الخاتم. الحركة دي مهمة جدا. ليه؟ لان دي بتطلع الطبقة وبتطلع السواد اللي انتوا شايفينه ده. فكل ما لمعنا اكتر بالقماشة كل ما لمعت معنا زي ما انتوا شايفين. وده واحد تاني برضو زي ما انتوا شايفين، اي اوساخ واثربة زي الشت على طول ونفرق زيادة، وبعد كده نسقطه في الماء. طبعا انا بتكلم على نحاس الزيوت، لان في ناس للاسف يعني في ناس معدومي الضمير دي بعلوه من نحاس على انه نحاس صافي، ويبقى ثلاث ارباعه نحاس مخلوط. ف بنتاكد ازاي لما يبقى شكله عامل كده؟ لو هو شكله عامل كده يبقى ده نحاس زيور ونزيف وذات شوب وشائبه زي ما بيقولوا. فزي ما انتم شايفينها، ودي كانت نهايه الحلقه. يا رب تكونوا استفدتوا منها. كنت معاكم أنا سلمى فسيحة من داخل الوقت صبي نسيت، أتوحشوني، سلام.